أسئلة كثيرة تسأل عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يستدل به بعض القبوريين من أنه موجود في المسجد، فكيف تنكرون علينا ذلك؟ ليس موجودا في المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين كلهم، وهو خارج المسجد. لكن لما وسع المسجد في خلافة بني أمية، وكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، كان أمير المدينة عمر بن عبد العزيز، أمروه بأن يدخل القبر، وهذا فيه صار فيه صالح، لأن الله جعله في صيانة. لو أن قبره مبني عليه خارج لاجتمع الناس عليه وتركوا المسجد، ولكن أدخل في المسجد حفاظا عليه، وعليه حراسة، وعنده مرشدون، ولا يتمكن أحد من أن يفعل شيئا منكرا أو محرما أو شركا. هذا من لطف الله جل وعلا. نعم.